أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في برنامج حالات استثنائية. حالتنا الاستثنائية لهذا اليوم الفنان الكبير كامل الأزرقي. الفنان كامل الأزرقي، الاسم الفني، الاسم الحقيقي كامل العابي وادي عيال الأزرقي. تولد محافظة البصرة 1953، حاصل على الإعدادية وفنان مسرحي، عضو نقابة الفنانين من 20/10/1975. قدمت أعمال مسرحية كثيرة، تمثيلاً البركان، شعلينة، طاحت براسي، أوديب أنت اللي قتلت الوحش. شاركت بعدة أعمال للمخرجين بحقل الديكور، نفذت عدة أعمال ديكور منها الحصار لعادل الكاظم، و أوديب أنت اللي قتلت الوحش، إخراج محمد وهيب، وتأليف الكاتب المصري علي سالم، تعليق الفنان والشاعر شاكر العطار، علي جناح التبريزي، إخراج حسن الزبيدي، نفذت الديكور له، وكثير للفرق البقية قدمت أعمال، وانتميت إلى دور الثقافة الجماهيرية واشتغلت أعمال عدة. قد نفذت ديكور سولارة للمخرج محمود أبو العباس، وقدمت نفذت ديكور أعمال كثيرة، يعني ما يحضرني الاسم، وأنا انتقلت إلى السينما واشتغلت عدة أعمال. الرجل الأحمر للدكتور سرمد ياسين، وإنتاج أكاديمية فنون جميلة، واشتغلت الهدف وفيلم هي والبصرة هنا للمخرج رعد أبو أشتر. اشتغلت فيلم الأستاذ فايز الكنعان، اسمه أمداد، بالاشتراك مع رعد أبو أشتر وهلال العطية علي الزبيدي. نعم، واشتغلت عدة أعمال إدارة مسرح، واشتغلت في حقل المسرح كافة وحرفياته، وأدرجت إلى أن حتى أخرجت بعض الأعمال اللي أخذت صداها بالتأليف، محاولات تأليف، قدمت مسرحية الشعلينة في بداية حياتي وطاحت براسي تأليفا، و من أعمالي الأخيرة قدمت طيور النوارس، أحلام طيور النوارس، والحقوق الفصوني. الحقوق الفصوني مسرحية كوميدية من تأليفي وإخراج كاظم حسين، وتمثيل نخبة من نجوم الكوميديا بالبصرة، فلاح حسن، أزهر العيداني، الست أمل علي حسون، والأستاذ جبار قاسم، والأستاذ محمد قاسم اللي سنحت لي الفرصة بالتعرف إليه، وشاف شفت موهبته وشفت مقابليته، أستاذ يعني. فانتقلت إلى الإذاعة، وحصل لي الشرف أن أكون أحد عناصر
مجموعة قفل التحشيش. وبهذا المجال قدمت أكثر من أعمال يعني كثيرة ويا الأستاذ محمد قاسم، الرجل المرح، الرجل اللي يزرع البسمة بوجوه المواطن العراقي والبصري ولكافة من يراه عبر أجهزة الاتصال التواصل الاجتماعي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الكبير كامل الأزرق. حياك الله أستاذ، وأهلا وسهلا بك وبمشاهديك ومتابعيك، وربي يوفقك. البداية، الخطوة الأولى، العمل الأول، كيف دخلت منطقة الفن والمسرح، هاي كل هاي الخلطة من الأسئلة أريدك تجيب عنها ببعض كلمات. إن شاء الله. بدايتي 69-70، بداية كأي موهوب يحاول يوصل إلى أهداف رسمها بعقله، يعني رسمها. كنا طلاب مدرسة ونكون فرقة شعبية بالمنطقة، وقدمت القشلة. أنا مواليد 1953، منطقة القشلة اللي هي بالعشار، ومن ضمن جوارينا كان الأستاذ محمد وهيب. تحياتي إلى أبو عطيل، فتبنانا وقال لي، عرض علي أنه ألتحق فرقة التربية، شاف عندي الموهبة الكافية أنه أنا يجيب من عندي فشي عمل أو نتيجة. بالبداية شاركني بأعمال كومبارس بسيطة، بعدين طاني دور، ومن ضمنها أخذت أنا عندي موهبة النجارة، فقمت يعني استفادوا من عندي بأكثر شيء بأعمال الديكورات. يعني أول ما دخلت مع محمد وهيب كنت فني بالنجارة، ديكور. وبإشراف الأستاذ المرحوم عبد الحسين، أسعد عبد الحسين الله يرحمه، أبو إيهاب، أبو إيهاب الله يرحمه، الله يرحمه. وبعدين توالت علينا النشاطات، واشتغلنا بمديرية الإرشاد أو الهيتشي اللي كانت تابعة للحكومة، يعني قصدي للدولة، للتربية. شنو هي طبيعة هذه الدائرة؟ هاي الدائرة تتبنى نشاطات الفنية والمواهب. جميل. وكان مسؤول عليها كان مسؤول عليها محمد راضي جعفر. تحياتي للكبير والراقي والأديب محمد راضي جعفر. نعم نعم. فهو بعد من ضمن توجيهاته والأعمال اللي قدمناها هواي، وشكلنا منتدى الغلة الطليعة. بهذه المديرية ماذا قدمتم من أعمال؟ أعمال هواي قدمت مثلاً. هواي أعمال، ومن يعني من أغلب الأعمال هي على قولت القائل، شلون تقول، عرس وشهيد ودرو، هذا قدمناه، تأليف إبراهيم مثنى، وإخراج. يعني كل الأعمال اللي كنت تقدموها كانت تتحدث عن القضية الفلسطينية. بالضبط بالضبط. هي نعم قضية نعم فلسطينية. الآن نعم. يوم الأيام التقيت بالأستاذ علي الزبيدي، تحياتنا له، وتبلورت عندنا أنه إحنا نقدم شيء، نقدم شيء، لأن شنو الفرق كانت يعني هواي موجودة بالبصرة. نعم نعم. بس نعم. شنو الفرص قليلة إن إحنا كشباب فرص قليلة إن يعني كل من ومجموعته وكل من يريد الجروب ماله. تحدث لي عن مسرحية الحصار. الحصار قدمت فرقة التربية، العفو، إشراف محمد وهيب، وتأليف عادل كاظم. نعم. ونفذت الديكور أنا. نعم. اللي هو قلعة بغداد، سور بغداد، سور بغداد، علي جناح التبريزي، تأليف أعتقد الكاتب مصري. شنو كانت كان دور؟ أنا مو دوري، دور عندي كان تنفيذ الديكور مالهم. تنفيذ اللي حد علي جناح التبريزي كان ديكور. مسرحية الشعلينة لا، أنا مثلت بها دور، وإضافة إلى تنفيذ الديكور والإخراج. حلو. نعم. يعني هنا مكتوب مثلت، أنت تقول مثلت دور القروي وتنفيذ الديكور في المسرحية الشعبية الشعلينة، تقديم فرقة المسرح الأهلي. كانت إخراج عبد الأمير السلمي.
عبد الله السلمي. عبد الله السلمي ابن عم ابن عم عبد الله ابن عمه. تحدث لي عن هذه الفرقه، فرقه المسرح الاهلي. فرقه المسرح الاهلي الاستاذ عبد الله السلمي اذا كان حي الله يذكره بالخير وداميته الله يرحمه، رجل حب انه يجمع مجموعه الشباب اللي لحد ما منتمين الى اي فرقه. اي سنه هاي؟ والله ما يسعفني بس قريب السبعينات تقريبا نهايه الستينات. نعم نعم. وقدمنا بها عمل التوأمان الى شركه نفط الجنوب. نعم. كانت هي تنتج العمل. نعم. بنادي موظفي النفط. نعم نعم. نعم. وبدعم من شركه النفط ووزاره النفط. جلاد. جلادان قدمت العمل. جلادان هو مكتوب جلادان. كان وياي الاستاذ الفاضل الرحال المعروف عبد المنعم الديراوي. تحياتنا الكبيره. كان وياي مسرحي. هو مسرحي بالاصل. نعم. هو رجل نعم. مسرحي. نعم. وشبابه واحنا اثنين من الشباب مالنا واحد يشبه الثاني بالشكل. يعني الشكل بالشكل بالشكل بالشكل. فمن بعدين من اختاروا هذا العمل اختارونا اثنين انه انا هو اكون كان ماخذ دور امي. نعم. مرة دور. نعم. مرة. نعم. الأم. ليش كنتوا تأخذون الأدوار النسائية قبل؟ والله لضعف العمل ضعف العنصر النسائي موجود. ماكو وينكو. عائلة عزيز الكعبي الله يرحمها. الله يرحمه. كانت متكونة من زوجته سميرة الراقية الكبيرة. سميرة الممثلة الكبيرة سميرة الكعبي. نعم. وزوجته عفوا بنته الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها أحلام. نعم. كانت هاي يعني هي اللي مغذى لل شو اسمه. وبعض الحالات يستحيلون السعيد المذيعة لما عبد السعيد لما سعيد توفت متوفى الله يرحمها. إيه هم استعانينا بها وقدمناها بعدة أعمال. العمود البائد. العمود البائد أول خطوات المحمود أبو العباس بالتأليف. بالتأليف محمود أبو العباس. محمود أبو العباس كبير. إيه كبير. كتبها وعرضها علي. محمود أبو العباس يقول أستاذي محمود أبو العباس. معلوم. يعني معلوم. معلوم. كامل الأزرقي. رجل ولد هو كان شاب ويحب التمثيل وهاي، فالتجأ إلي بأن أنا أسعي إلى قدمه أو أوصله لمرحلة الصعدت على خشبة المسرح. جميل جدا. أي فمن عندها أنا بصراحة كانت عندي فرصة الانتماء لفرقة التربية. نعم. فكسبت جبته هو وجبت وياه بعض الشباب اللي هم سعاد السامر. سعاد السامر وحكمة عثمان السعد. حيدر الشلال. وحكمة عثمان السعد هم كانوا. اي هاي. اي نعم. بس الجيل مالي. ويعني كارين. كارين مو انا جبته، جابوا الوليد. كاظم حسين. كاظم حسين. هلال. هلال العطية لا، كان اكثر شيء عنده فرقة عمه. الجروب مال. الجروب مال فرقة عمه. في انتظار باصل المصلحة. اي نعم. المسرحية هاي انتظار واصل المصلحة. فد حدث معين صار بساحة أم البروم. ساحة أم البروم هي كانت محطة لانتظار السيارات. سيارات المصلحة. نعم. 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 جمهورية تروح تروح البصرة القديمة. فالحدث استهوى محمود. وهو شنو؟ إيه شنو؟ كنا نمشي سوا أنا وياه وعلي زويدي نجي لو من قاعة التربية نجي لو كنا بالسينما ونجي. فاستهوانا هذا المنظر انه شخص مجنون قاعد على الاريكه مال السقيفه مال باص المصلحه. ماكو الانتظار مكان الانتظار. وهاي المجنون يراود نفسه بنفسه ويحكي عن نفسه ويستذكر بتعمه مع جنونه معها شلون عمه ما انطاها له شلون ما شنو. فاستصاغها محمود بن عباس وقدمها بشكل رؤية حلوة. منو الممثلة؟ مثلا أنا بطولتي. جميل جدا. ايه بطولتي. يعني أنت كنت تمثل تراجيديا. تراجيديا مثل. كنت تمثل الأدوار المركبة. والكوميدي. الأدوار المركبة. أي والكوميدي. نعم والكوميدي. نعم. والكوميدي. نعم. فأنا بصراحة. نعم. كان دور مجنون بشكل قلت أنا لازم أتعايش ويا هذا. فكنت أجي. الطيبة كأجي كاير قبل للمجنون. للمجنون بربع أقل من ربع يعني أقل. الذي كتب عنه محمود أبو العباس. محمود أبو العباس لأن تواجده يومية ما هنا المكان. فأنت كنت أراقب من بعيد. من بعيد من بعيد إلى أن تقربت لي. تدرس الشخص. أدرس الشخصية. فشفت إنسان مثقف بشكل مع بس شنو الغدر ماله إنه الجنون ماله. فهو كان يحب تعمه
نعم. ما طاهلة عمة بن عمة ما طاهلة العقل وعمة ما طاهلة وتهدث أمور إلى أن دخل حالة فقدان العقل. أريد قصيدة حب بصوتك مع الكاميرا. والله أنا ما عندي نزار لأي والله العظيم ما أحفظ أنا مشكلتي ما أحفظ مشكلتي ما أحفظ. مريت بتجربة حب؟ أنا مريت بتجربة سببت حب سببت لك جرح؟ والله سببت لي جرح يعني قليل مو تقول ذاك الجرح حجرت لي والله إحنا ترى شباب بالقشلة ونتواجد بنات وعوائل وكانت العالم تزاور مو مثل هسه تزاور يعني هذا يودي لهذا وذاك يودي لهذا وهذا يزور المغرب العائلة فمن تجي البنات وإحنا الصبيان فنشوف أكو نظرات بريئة ما نعرف وش هي نعم بس هي شنو تدخل راستهم بالمباشر للقلب صحيح إيه صراحة فوقعت بحب أحدى بنات الجيران وهاي بس مع كل أسف مع أنه صارت القسمة بيئة شنو تقولها الآن مع الكاميرا؟ والله إذا كانت مع الكاميرا أحكي والله إذا كانت حية وترزق لا لا مو إذا كانت حية تحدث وياها أها إي كل الحب والتقدير لك لأن ما يوم من الأيام يعني أثرتيني بقدر ما أهلك أثروني الحمد لله أنا ها؟ حاولت أنا إي وما قدرت أخفي إي تبقين أنت الله نقطة ضعفي يفضحني صوتي من أتكلم الله تلزمني الله العبرة وأتألم مش ما أوصف ما ينفع أوصفي تبقين أنت نقطة ضعفي فاصل أشتغل أخي عشقي يا روح ودعت بألف حسرة المن عايشة يا روح والمن رايد العشرة آخ هذا أخي عشقي يا روح ودعت بألف حسرة المن عطرة يا روح والمن رايد العشرة ديم بهاي أرض الله وعد مكتوب من الله أهيم بهاي أرض الله أرض الله وعد مكتوب من الله أعيش أنا صبر أيوب أعيش أنا صبر أيوب ولو أيوب من صبر. ماذا تحب وماذا تكره؟ أكره النفاق بعد وحب كل شيء جميل والصدق. ماذا تكره غير النفاق؟ أكره يعني الشيء اللي يجيك متعدد الوجوه الشخص المتعدد الوجوه أكره الأقنعة عند الآخر. آه بالضبط. ماذا تحب؟ أحب الجمال بعد أحب الإنسان الطيب الصادق أحب الأمانة. لمن تقول شكرا؟ شكرا للإله رب العالمين وشكرا لأهلي نعم والدي ووالدتي الله يرحمهم الله يرحمهم وشكرا إلى العزيزة الغالية زوجتي. ماذا تقول لأمك الله يرحمها؟ والدي إن شاء الله مثواك الجنة و تحن لها؟ طبعا تحدث لي إياها أشتاق لها و تحدث لي إياها تحدث قاعد أحق الزيارات لها المثواها الأخير أستاذ كامل نعم احكي إياها بالعدسة إن شاء الله. والدي العزيزة ولو أنا مقصر لتأخير زياراتي لك بس حكم العيشة والارتباط بس أنا ما ناسيك أتذكر أيامك يا ما شلتيني على كتفك يا ما حققتي لي وأنا موهوب أنت قدمتي لي تسهيلات وكنتي تضمين إلي اللقمة الحلوة والأكلة الزينة لأن أنا كنت ما أشبه ببزر قاعدة أحن إلى خبز أمي الله. وبسمة أمي وضحكة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر أمي
أحن إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي أحن إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي وتكبر في طفولة يوما على صدري يومي. وراء كل رجل عظيم أمرأة، نعم، من هي وراء نجاحات الأستاذ كامل الأزرقي؟ أولا والدتي، كانت والدتي بالحياة من توفت، لا زوجتي، من زوجتها، زوجتي هي اللي سندتني وعرفت شنو أنا طبيعة عملي. نعم. طبيعة عملي. نعم. ومن ضمن سناداتها إلي، يوم الأيام كنت أخرج عمل مسرحي إلى اتحاد نقابات العمال حتى أروح أشارك به ببغداد بالمهرجان بال 71 أو 72. نعم نعم. نعم. فأخذت الوفد الفني من ضمن الإداري مالهم ورحت قدمت، وكان من ضمن المشاركين الدكتور عوني كرومي الله يرحمه. الله يرحمه. كان يخرج البغداد. نعم. فرقة بغداد، مسرح العمال بغداد. نعم. أنا كنت أخرج إلى مسرح العمال بالبصرة. نعم. إيه، بتنسيب من نقابة الفنانين طبعًا، مو جراية أنا. نعم. إيه. فرحت وعندي واحدة من الممثلات نكتت فيها. نعم. باكر أو عقب العرض بالضبط قالت أنا عندي رب، عندك رب وعندي رب، أنا ما أصعد أمثل. شنو يابا ما اعرف شو السر، مو انا اللي اختلفت. نعم. هي اختلفت مع روحها. نعم. لكون احد الولد يمكن ما اعرف. نعم. شنو صارت بينه وبينها. صحيح. شغله وما قالت لي بيها، وحرجتني واخذت جنطتها وراحت قبل بالقطار من بغداد، فبقيت حاير. موقف محرج. ايه، موقف محرج. فعندي ام احسان، تحيات عزيزه الغاليه، فنانه كبيره. الله يخليك، الله يسر عليك. يعني فقالت لي انت ايش بك محترسه؟ ليش تحتار؟ فانا امثل الدور. قلت لها شنو؟ وانت شلون حافظه؟ نعم. قالت انا من خلال تواجدي وياك بالتمارين بالبروفات احفظ. نعم نعم. والله فالحمد لله والشكر ادت الدور براعه يعني. ايوه. وانا بصراحه انقذت من موقف كان كل الشديد الحرج لي. نعم. وبغداد بالمهرجان. صحيح. صعب. الاعمال اللي جمعتكم انت وام حسان، هو هذا عمل واحد اولا، بعدين اشتغلنا فيلم او ثلاث افلام، يمكن فيلمين لابو اشتر. ابو اشتر. ابو اشتر. نعم. فيلمين جمعتني وياها، وانجمعت وياها بمسرحيه. نعم. انا من اخراج، من تاليفي واخراج الاستاذ كاظم حسين. نعم. تحياتنا. اي، تمثيل الاستاذ جبار قاسم. تحياتنا. وفلاح حسن. تحياتنا. ازهار. نعم. والاستاذ محمد قاسم. نعم. وكان هو هذا اول لقاء لي ويا الاستاذ العزيز الغالي محمد قاسم. نتحدث، تعرفت عليه. لا. نتحدث عن قفل التحشيش والدردشه. نعم. الا ترى ان الدردشه هاي قفل التحشيش ليست بوزن ومكانه كامل ازرقي اللي هو تاريخ، تاريخ مسرحي، تاريخ فني. نعم. ما لو التمثيل هو، لا هو شو، انت الممثل، ممثل شلون تعرفه هذا ممثل؟ يجيب الاستراتيجي ويجيب الكوميدي ويجيب يعني شامل عدا، واذا عنده مقدره الصوت وهذا يمكن هم يؤدي. نعم نعم. اي، فاذا عنده موهبه الاداء الحركه الايقاعات يمكن يؤدي رقص. اي زين، انت ما جاي تعاني من مو الناس مو كلهم نفس الفهم، نفس. نعم انا وياك. الادراك مال الادراك. اي يعني انت ما صادفتك انا بغايب ابو المشاكل. اي نعم. صادفني ناس كل ظنهم انه هشام شبر هو غايب ابو المشاكل، فيعاملوك بالشارع على انه غايب ابو المشاكل. إيه؟ انت هم يعاملوك على الخال؟ انا الخال على طول. يعني العالم اللي جاي يشوفني يقول يعني هم حتى ظنهم انه انا خاله حقيقي. لا لا، القصد الخال كاركتر وكشكل. بينما شخصيه الاستاذ كامل الازرقي. نعم. شخصيه رزنه. نعم. وتاريخ. نعم. و... يعني يجب على المشاهد ان يفصل بين التمثيل وبين الحقيقه. والحقيقه انا وياك. نعم. احنا
احنا المشكله شن نعانيها من هاي نعانيها هاي انت نعم. كشخصك نعم. الكريم باعمالك الراقيه الحلوه باعمالك اللي رسائلك اللي اديتها اللي طرحتها بالشكل الكوميدي نعم. ها تجي ناس على قولتك مثل ما تفضلت ما يفهم هذا ما يفهم هذا يفهم حين... انه اللي يشوفه بالشاشه كله انه وياي نفس الشيء لا 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 انا بعض الحالات لا يقدرون يعرفون اكو جماعه لا اكو ناس واعيين يفهمون رسالتي ماذا يعني لك علم الجمال؟ علم الجمال عالم بحر نعم بحر من الرؤيه من الابداع من الشيء اللي يوديك الى كواكب اخرى تتمعن بها وترتاح بها وبدون مطبات من جمال لازلت اصر على ان تقدم لي دايلوج من مسرحيه من مشهد تراجيدي مع الكاميرا والله هي التراجيديا لا لكي يتفهم الاخرين ان كامل الازرقي مو الخال بس كامل الازرقي تاريخ البصره بالمسرح والفن صح 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 نعم احد الاعمال بس بصوت القائي اي نعم. احد الاعمال السابقه ما يحضرني اسمها حاليا اديت دور انه انا مهدي او مهدي يسموني بالبيت مهدي الشاب الشعوذة العاق بالعائلة فأجي أندفع على والدي اللي هو كان بيها محمود أبو العباس نعم شخصية وابن عمي علي الزبيدي شخصية ترزنة وكان يمنعني أنه أنا أطلب البيت فأجيت بوضع سكران حديلي وأم قاعد أنت هنا يعني أنت لما تقعد هنا أنت شنو شبت منثر قل لي أنت قال أنت تريد تكض الباب علي لا أنا وشوف بقول لك أنا باللي أنا هذا أنا مهادي معروف من الطرف ولا نهاية الطرف أنا مهادي ابنك بس أنت ما جاي تقدر أنا ابنك أنت جاي تقول لي انت مخش ولد وكسه تجيب علي هذا اللي ما يسمى علي حتى يطردني منه يكضني منه وشحتني انا حلو ندخل الى منطقة الكتابة كيف دخل الاستاذ المميز كامل الازرقي الى منطقة التأليف والله كنا بالمتوسطة عندنا استاذ باللغة العربية يطلب من عندنا نكتب نثر نكتب نعم الاستاذ الاستاذ ياسين محمد خليل من اهل البصره القديمه نعم اللي درسني هنا بالمربد نعم متوسطه المربد بالقشله فكان يطلب من عندنا نكتب تعبير موضوع درس التعبير نكتب فانا يوم الايام كتبت فشي انا ما اعرف شلون كتبته صحيح قصه موظف يدق التليفون عن يزمانه شيله ألو منو العائلة قال أنا الجيران تعال زوجتك جابت ولد فيندفع يترخص من مدير الدائرة مالته ويترخص ويطلع وينطلق لا شعوريا إلى الشارع فتظل بسيارة يعني هي هاي القصة قصيرة؟ قصة هي أنا كتبتها كتعبير بس جاء هو وطننا أي موضوع الولد الأستاذ قال جاء ليعود فعاد جثمانه يعني جاء ليعود يعني بس اجى الجمله وابني اي اي اجى 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 للبيت يريد يجي للبيت حتى يعود للدائره فعاد جثمانه الى البيت فهنا انضرب من انضرب لا شاف ابنه ولا شاف زوجته ولا اهله شافوه فمفقود جابوا له مفقود يعني الاعمال التي كتبتها بعد هذه كتبت اعمال اولا عمل يحضرني كتبت كنت قاعد احدى المقاهي لمقابل قاعة التربية عتبة بن غزوان حاليا فكانت اكو قهوة قديمة عيابة كتبت تعدت علي مظاهرة او مسيرة فرحان العالم والصف وقواي قال شيوعي انت؟ لا مو شيوعي شيوعي انت؟ لا اخوي شيوعي استاذ كامل شيوعي انت؟ والله انا لا مو انت جذبتني هاي الكلمة انه تعدت علي مظاهرة وكتبت عن هذه المظاهرة مو عنها
عن عن الهدف اللي هم حققوه عم يردونه. هو كان بها تأمين نفط معروف ايش ايش كذا. اي نعم اكيد. فكتبت البركان. نعم. بركان الشركات الاحتكارية. اي نعم. اي قبل التأميم. قبل التأميم. كتبت انه فندق والفندق هو مثل العراق. وكان يحتوي على احد الغرف وغرف من غرف. كان بها اجنبي. كان بها اجنبي هو العراق. العراق والغرف هي المدن. المدن وبها اجنبي. الاجنبي هو يتحكم بالهاي. نعم. اي حتى هذا. فكنا انا ومحمود ابو العباس ونزار كاسب الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كان بها الدكتور حاليا عبد الفتاح البصري. تحياتنا اذا بالخارج ولا. نعم بالخارج. هذا النص. غير هذا النص راحت الايام مشت الايام. قدمت والله هواي أعمال ما تحضرني بس عناوين أريد عناوين. قدمت مسرحية طاحت براسي. نعم بعد اللي هي مسرحية كوميدية. نعم. تهدف على طلبة معهد فنون جميلة. اي وكتبت رسالة من الوالد. رسالة من الوالد الى اي من رسالة من الوالد. وكتبت أعمال شاركت بها مهرجانات هم يعني هنا عندنا ببصرة. وآخر عمل آخر أعمالي اللي هي أحلام النوارس. أحلام النوارس اللي تحكي عن سبايكر. نعم نعم. عن ضحايا سبايكر. نعم. وقدمت من خلال كلية القانون بجامعة النجف. جميل جدا. كوفة جامعة كوفة. جميل جدا. استاذ كرمت عليه. استاذ كامل. نعم. منو تعتبره معلمك الأول بالتأليف والكتابة؟ والله بالكتابة والتأليف كنت أقرأ الأساتذة هواي، من ضمنهم الأستاذ الأديب الراحل نجيب محفوظ. أقرأ. نعم نعم. تأثرت بعلي سالم. نعم. كاتب مصري. عندنا بالعراق تأثرت بأدبائنا العراقيين اللي هم يعني خيرة ما قدموا للحقل الثقافي بالوطن العربي. شايف هذا؟ فكنت أستلهم، كنت أستلهم الكلمة، أستلهم الحدث بالشارع. أنا مو هذا قصدي. قصدي نعم. من هو دفعك إلى الكتابة؟ من هو شجعني؟ شجعك. شجعني أخوي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كان يتابعني. نعم. ومن بعيد لبعيد ويلاحظني اكتب واشخبط وذي واشخبط لان انطاني الاسس لانه هو كان خريج ادب. منو معلمك الاول بالمسرح بالاخراج؟ بالاخراج الاستاذ فيصل حسن الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كان يعطينا الخطوه وكنت انا دائما اقول للمساعد بالاخراج. حلو. فاخذت خطوه من عنده الى ان درجت. تحدث لي عن محمد وهيب وحسن الزبيدي. التنافس بينهم. والله هم تنافس شريف ما كان. نعم. بيناتهم. بس شنو تعرف القاعه من ضمن محتويات النشاط المدرسي سابقا. نعم. اللي هي قريبه عليها نفس اكيد الرغم. اكيد اكيد. فهم كانوا نشاطات هواي. استاذ محمد وهيب يعمل فلان مدرسه، فلان استاذ محمد يعمل فلان مكان، حسن الزبيدي عليك كم مدرسه. اي نعم. فيردون كل من يريد القاعه له. نعم. وهي القاعة اليتيمة بالعشار كانت. صح صح. إيه عدل بهو. صح. سابقا. إيه. إيه. فشوف اللي كانت تابعة إلى النشاط المدرسي. إيه أتبع. إيه النشاط. نعم. المدرسي. نعم. طبعا. إيه. نعم. إيه نعم. ولسه النشاط المدرسي للتربية. إيه. يعني أي فرقة أهلية تجي تريد تأجرها. إيه. أو تريد تعرض عليها. نعم. تأخذ موافقة التربية. نعم. مخرجين كبار كانوا هو حسن. نعم نعم نعم, نعم 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 نعم. إيه مخرجين هواي. نعم. هبط الملاك في بابل شاركت وياه. لا ما وي. لا ما شاركت يا بس كنت الديكور. مثل الديكور. مثل ما تحدثنا قبل دقائق. انت بديت فني وديكور بعدين انتقلت الى التمثيل. الى التمثيل. استهواني التمثيل والاخراج والتأليف والموهبة وصعدتي والتأليف. نعم. عندك هل من معرفتي بالاحتكاك الوسط الفني وصلني الى التلفزيون. حلو. من ضمن التلفزيون تلفزيون البصرة كنا نقدم بي انا وابنية اسمها الله يذكرها بالخير البوها عبد الجليل. سلام عبد الجليل. سلام عبد الجليل كانت تقدم البرنامج وانا اعده لها. نعم. ويخرج عندنا محمد وهيب. نعم. الفرق اللي كانت قبل بالبصره. نعم.
فرقة الجمهورية، جروب الجمهورية، فرقة الثغر اسمها هي، فرقة الثغر، فرقة نادي الاتحاد بعد، نعم، فرقة المسرح الأهلي، نعم، فرقة البصرة للتمثيل، نعم، اللي بعدين هي صارت رسمية، نعم، فرقة التلفزيون، فرقة الفن الحديث، نعم، فرقة التلفزيون البصرة، نعم، أكبر. الفرقة القومية، الفرقة القومية بعدين، بعدين نعم. هي صارت، هي تغيير الاسم، أي. تغيير فرقة البصرة غيروها إلى الفرقة القومية، هاي بتوجيه من القيادة الموجودة كانت بسوق ومشت، واختاروا يعني يوم من الأيام عندهم عمل، اختاروا وإحنا ما سعفنا الحظ إنه نصير وياهم، فكانوا قاعدين بالقاعة وطب شخصية الرئيس وبقتها واختار قالهم هذول كلهم يصيرون، نعم نعم، وصدر قرار بقتها وصارت. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. الكبير كامل الأزرقي، نعم، أريد رأيك بهذه الأسماء. نعم، حسين زيدان، نعم، حسين زيدان فنان إلى بصمته ورجل مجتهد ومخرج، يعني عملته يا يعرف شلون يستخدم أدواته. من التنومة هو؟ من قضاء التنومة، كان في فرقة التربية للتمثيل، هو كان في فرقة التربية للتمثيل، وبعدين فصل من عندهم أعتقد راح لفرقة القومية. القومية، الله يرحمه، الله يرحمه. أسعد عبد الحسين، الله، أستاذي في الديكور، أستاذي في فن الديكور، كان هو فنان شامل، الله يرحمه، فنان شامل، نعم، طبعاً إذا ما خطاط، رسام، نجار من الدرجة الأولى، ممثل راقي بشكل، عنده صوت جهوري يعني تتحسد العالم عليه، ومؤدي بشكل، وهو اللي علمني فن الديكور، هو اللي علمني حرفية الديكور، شلون أنا أشتغل ديكور، ومن عيد أنا طلعت رجال منفذته وأعمل. فيصل حسن، الله يرحمه، فيصل حسن أستاذي في الإخراج. كيف؟ ها. كان كل عمل يشتغله يشوف عندي أنا شلون تقول بادرة أو عندي موهبة الإخراج، بس ما يريد ينطيني فرصة بقدر ما أنه يخليني مساعد إليه. يعني أنت بكل أعمال فيصل حسن الله يرحمه، أي نعم، كنت مساعد. مساعد، مساعد، مساعد ومنفذ ديكور. حلو. هاي لازمتني يعني. يعني أنت المعلمين الأوائل اللي هو أسعد عبد الحسين وفيصل حسن، فيصل حسن وأستاذ محمد وهيب، محمد وهيب، محمد وهيب، الله يحفظه، محمد وهيب الله يذكره بالخير، علمني حرفية المسرح. شلون؟ علمني شلون أصير مدير مسرح، شلون أصير أضبط إنارة، إضافة للديكور أنا اشتغلت هواي شغلات، بديت من أكنس مسرح وأفتح ستار إلى أن تدرجت وصلت مخرجة، يعني كلها أخذت خطوات، خطوات إلي على مود أستفاد، يعني أنا الفائدة إلي، ما أجيت أنا رأسة وصلت مخرج، أو رأسة أجيت كاتب صرت كاتب، تدرجت في حرفية المسرح. حديثك منطقي، لأنك كنت وسط أسماء عمالقة. نعم نعم، إيه أنا إنه ونجاحك ب ب ب, ب برسم منطقة باحتضانهم إلي، باحتضانهم إلي، لا ونجاحك برسم منطقة إلك، نعم، منطقة إلك، نعم، واسم، نعم، وسط هذه الأسماء معلوم، العملاق الراقي، شيء، نعم، شيء راقي، نعم، شيء جميل، عندك يعني احتضانهم إلي وصلني لهذه الدرجة. أكيد. محمود أبو العباس، محمود أبو العباس طالب قدمته
وأبدع وذكي ورسم له مستقبل. احكي لي القصة بتفاصيلها كيف جاء وكيف توجه إليك. والله محمود أبو العباس كان بالبداية هو ابن منطقتنا، هو بالقشلة وأنا بالقشلة. أي سنة هاي من إجاك يعني؟ من إجاني من يمكن بالسبعينات، السبعينات 73 74. احتاجت الفرقة، فرقة التربية للتمثيل احتاجت عناصر كومبارس. عناصر كومبارس. فهو الولد كان إلى رغبة، إلى رغبة كل الشديدة بأن يصير بارز بأي مجال، بس كون يصير بارز. إلى أن إجت الفرصة وياي وجبته قلت له تمثل، قال شيء إيه يا ريت. فقام قام يجي وصاحبه وأخذه وياي لقاعة التربية وشوف الجو العالم الرهيب والأساتذة قاعدين كلهم يعني، وشوفون رهبة المسرح وهاي. إلى أن استوهيت هاي الشغلة، استوهيته فإنه على قولتي قايل حب هاي الشغلة حبها. ورغما عن أهله قدم على أكاديمية فنون جميلة في بغداد. إيه في بداية قدموا على المعهد، هو وسعاد سامر سوى وأستاذ الله يرحمه، الله يرحمه عدنان العزاوي، عدنان العزاوي، عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم ابن البشاري. فقدم قدموا على المعهد فنون جميلة من قبل سعاد، من قبل عدنان إبراهيم، وهو رجع. قلت له ليش؟ أنا قلت له ليش يعني كنت متبني الموضوع ماله. قال والله أنا جتني فكرة إنه أكمل إعدادية. هو يكمل على. ورجل كمل إعدادية وطبع أكاديمية بعدين ونقبل وهاي، رغما عن أخو كان رجل نافذها هاي أصلاً لغاد عن الفكرة مال الفن، ولا أراد طبيب، أراد يكون طبيب. سلام زهرة ما مثل وياك. سلام زهرة مثل وياي، بس المسألة إنه سلام زهرة كان رحت البغداد من أول اللي راحوا البغداد. قبل محمود؟ قبل محمود. قبل محمود، بحيث أنه حتى السكن توفر له بشقق الصالحية أحسن من محمود. حلو. محمود ما توفرت الفرصة. إيه؟ ما توفرت الفرصة. ما لحق على التوزيع. صحيح. إيه؟ يعني ما هالولد لا لحق، هو راح لحق. فشوف من راح هناك سلام زهرة احتك وعرف شلون يعيش. يعيش بيهم. تعرف ان بغداد يعني عاصمة والمبتدئ يضيع بيها. والغريب. والغريب الغريب. خصوصا اكو حب الانا موجودة لدى الفنان بغداد. ايه ولهذا السبب شوف تهميش موجود. لكن سلام زهرة، سلام زهرة محمود أبو العباس، عبد الستار البصري، أحمد تميمي، هذول كلهم بصارة، كلهم بصارة حضور وشكلة وبصمة. نعم. أضافة المسرحيين عندك السينمائيين، عندك المطربين. المطربين السينمائيين أخص بالذكر عزام صالح. عزام صالح كرم صلاح كرم. صلاح كرم استاذ. نعم. كرم أبو صحيح. نعم. أبو كرم. إيه كما أنت السيف واليرام، مدينة الحب والشمس والإبدام. أنت كما أنت السيف واليرام، مدينة الحب والشمس والإبدام. يا واحة الشعر والخير والعطاء، مدينة السحر والنخل والحناء. يا واحة الشعر والخير والعطاء. المميزة والراقية ست أم إحسان. نعم. زوجة الفنان الكبير والمميز والراقي والمبدع كامل الأزرقي. حدثيني عن العلاقة الحميمية والصبر والمعاناة ورحلتكم أنت وأستاذ كامل. والله إحنا هواي تحملنا الظروف الصعبة وتحملنا الظروف الزينة والمو زينة، هواي تحملناها. ولحد هذا اليوم لما ما وقفنا على رجلينا والحمد لله والشكر هسه، يعني صرنا هو صار إنسان معروف
وانا انا ممثله صغيره بالنسبه لي. ممثله مميزه وراقيه. انا بالنسبه لي صغيره. شلون دخلتي الى هذا العالم منطقه المسرح؟ عن طريقه؟ عن طريقه طبعا. مو رحت قلت لك صارت بغداد مسرح. وكانت عندهم ممثله. الممثله هاي يعني ما اجت. اختلفت عن الموعد وما اجت. نعم. فهو ظل محتار. صحيح. دز علي قال لي تعال يا امل شلون هسه انا محتار؟ خلي بكتتي تدبريها. لما يخالف ولا يهمك. جيت بذاك الوقت انا عمري 20 سنه. هو تحدث لي قال لي ست امل اللي ام احسان حضرتك. نعم. نعم. كانت تحضر البروفات ومن خلال بروفاتك كانت اي مو كنت انا احضر اي احضر وياهم واشوف واحفظ هم ما دام يمثلون انا وياهم. فلذلك ما صعدت كانت حافظه الدور. حافظه الدور. نعم نعم. حتى مثلت دور فد مره على المسرح صعدت تمام مو بس هاي المسرح صعدته. نعم. مسرح بالبصل كان بالبهو الاداره المحليه. نعم. نعم نعم. مثلنا دور سياسي وانضربت براشدي من راشدي. ست أمل تنطين رأيك بالكتابات مالته؟ اي انطي رأيي وياه. بعض مرات امي يقول لي شلون هسه هذا اللي كتبته شلون السيناريو؟ اقول له لا والله كل الزين اشجعه يعني انطيه حافز. لا تنطين رأيك يعني تقولي في بعض المرات اكو كتابات لا اراده اي اكو بها تعديلات اكو بها يعني اي انطي رايي بها يعني انت الناقده الاولى لاعمال استاذ اي طبعا اي حلو مني كل ما يكتب يشوفني مثلا شنو هاي امل شلون هسه هاي زينين اقراها وياه. نعم نعم. يعني نشوفها نراجعها يلا. تتذكرين الدور اللي انسحبت البنيه من عنده وانت اديتي؟ تتذكرين حوار من عنده؟ لا والله ما اتذكره. زين اريد حوار من حواريات مسرحيه كانت من كتابه واخراج استاذ كامل انت اشتركتي بها. ما ادري والله هم ناسيتين هواي بالسبعينات انا. حوار انت حافظته من مسرحيه ادي لي اياه بالاحسن كتمثيل. اي حوار؟ حوار اي حتى وان كانت قصيده تقرينها بتمثيل يعني. ما ادري والله انا هم كل الناس ياتين انا ذنب مثلا يعني اخر يعني ما حافظ احمد مطر ما حافظ الشعراء ما حافظ الشعراء لا ما احفظ انا الشعراء زين الاخر اخر اخر مشهد مثلتي شنو؟ اخر مشهد ها اللي قيمات احكي لي يا احكي احكي لي اللي قيمات هاي باللي طبعا برمضان اثنين صايمين. نعم. اي اي نعم. اي وش هذا بعد انا اتغزل بكامل احكي لي اي اقول له عيني هاي جبت اللي قيمات الكامل قال هاي مو محمد قاسم الله يحفظه قال مو هو ما عنده اسنان شلون انت جايبت له القيمات؟ قلت له لا مو انا سويتها ترفه كان يقول لي اي اترفه على هالسالفه هاي. بعد هذه المسيره الطويله بالكاميرا اريد رساله من عندك الى كامل الازرق ايش تقولي له بالكاميرا احكي وياه؟ اقول يا رب يطول عمره ان شاء الله. تقولي له يطول عمرك قولي له. اقول الله يطيل العافيه ان شاء الله. لا مو الله يعطيك العافيه احكي وياه. الله يعطيك العافيه الله يطول بعمرك احكي وياه. الله يعطيك العافيه الله يطول عمرك وان شاء الله النجاح الدائم والله يسهل امورك ان شاء الله بكل خطوه وادعي له بكل خطوه سلامه والله يعني رزقه ان شاء الله بهالاعمال هاي الزينه. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. هذا خلق عشقي يا روح ودعت بلف حسره المن عايش يا روح والمن رايد العشره هذا خلق عشقي يا روح ودعت بلف حسرة المن عطر يا روح والمن رايد العشرة هيم بهاي أرض الله وعد مكتوب من الله هيم بهاي أرض الله أرض الله وعد مكتوب من الله أعيش أنا صبر أيوب
عيشان صبر أيوب ولو أيوب من صبر آه ولو أيوب. الأستاذ كامل الأزرقي، أريد قراءتك للمشهد الثقافي والفني في محافظة البصرة. الحقيقة أستاذ أنه يؤسفني عدم رعاية وتشجيع وتبني الحكومة المحلية والحكومة المركزية للمجال الثقافي عموما بالعراق وخصوصا في البصرة. فتبقى المحاولات من مجاميع، من مؤسسات بسيطة غير رسمية، من منظمات المجتمع المدني، انه تتبنى عمل او عملين وتدعم برعايتهم للعمل وبجهود المخلصين من الفنانين ورجال الاعمال بعض الحالات. استاذ كامل، الخيانة ماذا تعني لك؟ الخيانة ابشع جريمة يرتكبها الانسان بحق من يحبه ومن العاشرة او من اللي جعله من قدوم إليه. طعنوك؟ والله أنا مو بس أنا تفسير الطعن بالضبط قدر ما أنه هواي. طعنوك الآخرين؟ كثير. خانوا العشرة، خانوا يعني أنت احتضنتهم وكبرتهم وجعلتهم اسم وبعدين نبذوك؟ والله هذول قلة، إن شاء الله أنا ما مهتم بهم. اما اللي هم يذكرون العشره ومده الايد الي لهم انا كثير، ومنهم مجال محمود ابو العباس عزام صالح. تحياتي اعزائي المشاهدين. احب ان اوضح انه الاستاذ الكبير كامل الازرقي مو بس الخال، مو بس دور الخال، لا الاستاذ كامل الازرقي اسم كبير ورائد من رواد المسرح بالبصره، وكاتب مسرحي وممثل ومخرج، وخرج من تحت ايده اسماء هسه موجوده، اسماء مميزه. فيجب تصحيح ذلك، تلك النظره عند الاخرين. الاستاذ كامل الازرقي، رسالتك للفنانين بالبصره؟ والله وصاياك. نعم، أولاً أدعو لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الفنية، وأطلب منهم التعاون والتكاتف على هدف يحققوه مهما كانت التكاليف. وأتمنى لشبابنا من خريجي المعاهد والأكاديميات أنه لا يعني يتحجج بأنه الوظيفة ماكو. أريده هو يشتغل مع المجاميع الموجودة بالتعاون مع زملائه لتقديم، لأن هذا العراق وهذه البصرة بيها من الثروات الثقافية والأرث. شايف؟ الثقافي لا يعد ولا يحصى. الأستاذ الكبير والمميز الكاتب والممثل والمخرج كامل الأزرقي، شكرا جزيلا لك. العفو. لقد كانت حلقة مميزة. بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذي أبو شبار، وأنا أتمنى لك كل التوفيق والنجاح لهيك برامج، لأن إحنا نفقد هاي الأمور، وإن شاء الله أنت أهل الله. الله يخليك. حياك. الله يسلمك. صحة والعافية إن شاء الله. كنا نمشي ومطرت الدنيا علينا وبللتنا وبللت كل شيء اللي بدينا، بس بقى اللي ما تبلل الوفا اللي بحكينا. الله. مع السلامة.